طيب، يعني الأخ أول شيء سأل عن السامري وما كان مصير السامري. أول شيء إخواني، يعني تكلمنا في درس من الدروس السابقة وقلنا أن الغالب أن السامري هو صورة من صور الأعور الدجال. طبعا اللي مش متابع سلسلتنا ما راح يفهم معنى انه صوره من صور الاعور الدجال، يعني صعب انه مباشره اجي اقول لك انه السامري صوره من صور الاعور الدجال، بدها تفصيل طويل حتى نصل الى هذه العباره. ولكن على الغالب يعني بعجاله للي بيقرا في سوره الاعراف بعد قول الله سبحانه وتعالى: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله سبحانه وتعالى يتكلم ويقول: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يعني المحاور هذه الآية أعطينا فيها درس قبل عدة أيام. بعد ذلك سبحانه وتعالى يبدأ يتكلم عن شخصية بشرية. الله سبحانه وتعالى أعطاها آيات، هذه الآيات يعني كان من المفترض أنه هو يستخدمها لهداية الناس وأن يظهر عظمة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الشخصية استخدمت هذه الآيات حتى تتحصل على شيء. الله سبحانه وتعالى يقول: فأخلد إلى الأرض، يعني الخلود في الدنيا تحصل على الخلود من الآيات الله سبحانه وتعالى أعطاها يتحصل على فمعناه احنا بنعرف انه يعني عملية الحياة والموت، وهذا اخواني ايضا تكلمنا في معنى الحياة وفي معنى الموت في درس منفصل، اللي بحب انه يرجع لدروسنا يحضرها حتى يفهم او يتوسع في الموضوع. ولكن قلنا انه الموت هي انفكاك، يعني انا اتكلم عن الخلاصة، الموت هو انفكاك الروح التي تربط ما بين الجسد والنفس. فاذا انفكت هذه العلاقة ما بين الجسد والنفس، النفس إما تصعد إلى عليين أو تهبط إلى سجين، يعني في عرس ملائكي للنفوس الطيبة وهناك ملائكة سود مخصوصين للنفوس الخبيثة، والروح تفيض إلى بارئها والجسد يعود إلى أصله التراب. هذه العلاقة، يعني الروح هي رابط. ولعل نقول وقلنا أن الله سبحانه وتعالى لعل أعطى هذه الشخصية البشرية القدرة على فهم عمل الروح، يعني الرابط ما بين الجسد والنفس، وكونه بشري فله جسد وله نفس. وقلنا إخواني في درس يعني في أحد الدروس إنه عندما يموت الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى يتوفى نفسه. الوفاة تحدث في حالتين، الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها، هي الحالة الأولى، والتي لم تموت إمتان في منامها، هي الحالة الثانية. عند الموت وعند النوم هناك وفاة، والوفاة قلنا هي خروج النفس من الجسد، خروج النفس من الجسد ما لها علاقة بالروح. يعني عندما يتوفى سبحانه وتعالى النفس في المنام، شو بتتم الروح؟ الروح موجودة في الجسد، عشان هيك بتشوف عمله يتقلب في فراشه. إذا أنت مثلا على سبيل المثال كانت الدنيا برد وكشفته، شو بيسوي؟ بشكل تلقائي بيعود بيغطي حاله، أو إذا شعر بالحر شو بيسوي؟ بكشف حاله. أو إذا أنت قربت له مثلا نار أو شيء حامي على يده من غير لا يعي، شو بيسوي؟ بيسحب يده حتى يبتعد عن مصدر الشر. يعني الوعي موجود والحياة موجودة حتى في حالة الوفاة. فقلنا هذه الوفاة، والوفاة تحدث أيضا عند إيش؟ عند الموت. الموت قلنا هو انفكاك الروح، يعني لما تنفك الروح شو بيصير في النفس؟ تتوفى النفس، الله سبحانه وتعالى يأخذها، وهذه الأخذة الأخيرة من هذا الجسد، وتذهب هذه النفس لفين؟ إلى خلف الجدار، يعني خلف البرزخ، تصبح في حيز مكاني آخر مختلف عن حيز المكان اللي احنا بنعرفه اللي هي الحياة الدنيا اللي احنا بنعيشها، فتصبح خلف البرزخ وينقطع اتصالها في هذه الدنيا. فقلنا انه الآيات على الغالب التي أعطيت لهذه الشخصية البشرية شو هي؟
التعامل مع الروح، التعامل مع الروح. وللعلم إخواني الآن يعني أتباع الأعور الدجال اللي يعملوا على إخراجه، وتكلمنا في درس أيضا سميناه إنه قبة الصخرة في اعتقاد الكفار هي بوابة زمكانية. شو يعني زمكانية؟ يعني من خلالها يمر الإنسان وينتقل إلى زمان آخر أو ينتقل إلى مكان آخر في اعتقادهم. نتكلم في اعتقاد هؤلاء. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أسرى بسيدنا محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم أعرج به إلى السماوات. فكيف أعرج به إلى السماوات إن لم تكن عندهم إنه القبة الصخرة شو هي؟ بوابة زمكانية أن تستطيع أن تنفذ منها لفين؟ إلى عالم آخر مثل عالم السماوات. فقلنا إنه هذه الجماعة اللي هي تعتقد في هذا الاعتقاد الآن تحاول أن تعيد الأعور الدجال من فين؟ من الحيز اللي هو موجود فيه. يعني سيدنا موسى الآن أصل يعني إلى سؤال أخونا أبو علاء، يعني لما سألني عن السامري فقلنا أن السامري لعله استطاع بطريقة ما أنه يتعامل مع الروح. وشو يسوي؟ أنه ينقل نفسه لفين؟ لجسد آخر، ينقل نفسه إلى جسد آخر ثم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة عبر الزمان. لأنه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا وحذر قومه مين؟ الأعور الدجال. يعني الأعور الدجال موجود مع مين؟ مع جميع الأنبياء. يعني في إله بطريقة ما نظرة أو قدرة أنه ينتقل من وقت إلى وقت إلى وقت إلى وقت. وأيضا إخواني يعني اللي بحب يرجع لأحد دروسنا تكلمنا فيه في ماهية الأعور الدجال، قلنا أنه لربما يحتمل، أقول احتمال، أنه الشخص الذي كان في زمن سيدنا نوح والذي تكلم عنه سيدنا نوح في قوله واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني قوم سيدنا نوح تركوا سيدنا نوح ودعوته اللي دعا فيها القوم 950 عام أو 1000 سنة إلا 50، ومين اتبعوا؟ اتبعوا شخص. لما يقوموا بترك سيدنا نوح وهذه الدعوة الطويلة ويتبعوا إيش؟ شخص إلا أن تكون عنده قدرات يضاهي فيها القدرات اللي موجودة عند مين؟ عند سيدنا نوح وينافسوا فيها. عشان هيك اتبعوا هؤلاء اللي بدهم الدنيا مش بدهم إيش؟ بدهم الآخرة. واللي بده الدنيا أهم شيء بده فيها شو هو؟ التحصل على الخلود أو وعد، على الأقل وعد بالتحصل على الخلود. يعني لما هذا يفرجيه قدرته ويوعده شو بسوي؟ بتبعه. وقلنا أيضا أنه لربما أنه الشخصية اللي كانت مع سيدنا إبراهيم وقالت أنا أحيي وأميت هي أيضا نفس الشخصية اللي كانت مع سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه سيدنا إبراهيم ما أخذ كلام هذه الشخصية على أنه هذا كلام مجازي. وكيف نعلم هذا الأمر؟ لما بعد لقائه مع هذه الشخصية شو سأل الله سبحانه وتعالى؟ شو قال له سيدنا إبراهيم لسيدنا لله سبحانه وتعالى؟ قال له أرني كيف تحيي الموتى. هذه الشخصية شارت له أنا أحيي وأميت. فسيدنا إبراهيم يعود لله سبحانه وتعالى شو بقول له؟ أرني كيف تحيي الموتى. فلا يحمل كلامه إنه كما يقول البعض إنه كلام مجاز. ودائما نقول إخواني والله أعلم هذا اعتقاد. فلربما أيضا إنه الشخصية اللي كانت على زمان سيدنا إبراهيم هي نفس هذه الشخصية، وأيضا تنقلت حتى وصلت لفين؟ لشخصية السامري في زمن سيدنا موسى. ليه؟ لأنه في زمن سيدنا موسى شوفوا الفارق، إنه بني إسرائيل تركت لقاء مع الله. تركت إيش؟ لقاء مع الله. يعني الله سبحانه وتعالى دعا سيدنا موسى مع مين؟ مع كل قومه للقاء. يروا في نزول التوراة على سيدنا موسى إلا إنه كل القوم تخلف. ومين اللي ذهب للقاء؟ فقط سيدنا موسى. لما يتخلف إنسان عن لقاء الله؟ مش نبي ولا إنسان عظيم نتكلم على اللقاء مع مين؟ مع الله. إلا أن يكون شو في عنده؟ في عنده أمر آخر. هلا هم الادعاء اللي ادعوه بني إسرائيل إنهم حملوا أوزار من
أموال المصريين الفراعنة لما خرجوا وما عرفوا شو بدهم يسووا في هذه الأوزار، يعني الذهب اللي أخذوه معهم وما أعدوا لأصحابهم يتركوه في الخلاء ويروحوا للقاء الله، لأنهم ما بصيرش يحملوا أوزار للقاء الله، ولا يحملوه ويروحوا يعني بالجرم المشهود لله سبحانه وتعالى. هم قالوا إحنا بقينا وتخلفنا عن لقاء الله عشان هاي الأوزار، ولكن على الحقيقة هم تبقوا مع مين؟ مع السامري اللي شو سوالهم؟ سوالهم جسد بلا خوار، هذا العجل اللي سوالهم إياه، وكأنه بده يفرجيهم أنه يستطيع أن يحيي وأن يصنع وأن يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى. عشان هيك الله سبحانه وتعالى لما تكلم مع سيدنا موسى وقال له عن قومه شو قال له؟ وأضلهم السامري مباشرة، يعني حمل الأمر لا تركهم للقاء الله لإيش؟ للسامري. والسامري شو سوى؟ هذا العجل. هلا سيدنا موسى لما عاد، هلا بنوصل للسؤال اللي بدك، هذا تقديم لابد منه حتى انه اقدر اجاوب على سؤالك. يعني لما رجع سيدنا موسى لقومه شو في عنا؟ في عنا ثلاث امور، يعني ثلاث جماعات، خلينا نقول ثلاث مواضيع. الموضوع الاولاني اللي هو هارون، موضوع لحاله، لانه هارون اخو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، يعني كان خليفة موسى في قومه، فمباشرة أول شيء يعني سواه إنه عاتب مين؟ عاتب أخوه، وشده من رأسه وشده من لحيته وتكلم معه كلام غليظ. ولولا إنه هارون قال إنه كادوا يقتلونني، يعني وصل الأمر إنه أنا كنت في حالة اضطرار، والأمر موضوع حياة أو موت، حتى تركوا موسى. ونيجي للمجموعة الثانية اللي هو كل بني إسرائيل. كل بني إسرائيل انقسموا قسمين، قسمهم سيدنا موسى قسمين، قسم اللي هو تبع السامري وعبد معه العجل، وعبد العجل مع السامري. القسم الثاني اللي هو ما وقف في وجه هذا القوم، في وجه الجماعة، وما منعه انه هو يتبع السامري. فهذول الاثنين مذنبين، ولكن كل ذنب شو فيه له؟ فيه له وزنه المختلف. يعني اللي عبد العجل له ذنب عظيم، واللي امتنع او منع نفسه او سكت عن الخطا برضه هذا خطا، ولكن له وزن اخر. فقسمهم سيدنا موسى الى قسمين، اللي عبد العجل يجثو على قدمه، واللي ما عبدوش وما تركوش وما امروش وما نهوش يقف فوق راسه، وبغض النظر حتى لو كان اب مع ابنه، اخ مع اخوه، وهكذا. يعني واحد نايم قاعد على الارض على قدم واحده، والثاني فوق راسه ويحمل سكين. وقال لهم سيدنا موسى عندما اعطيكم الامر، اللي واقف شو بيسوي؟ بيذبح اللي قاعد. هذا كان عقاب بني اسرائيل اللي فرضوا سيدنا موسى عليهم. وعندما اعطى سيدنا موسى الامر اظلمت الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى اظلم الدنيا حتى لا يدخل الاسى في قلب الذي يريد ان يذبح من يذبحه، لانه قد يكون قريبه، قد يكون ابنه، قد يكون ابوه، قد يكون اخوه، وهكذا. فاظلم سبحانه وتعالى الدنيا، واصبح وحدثت هذه المذبحه عقابا لهؤلاء اللي اتبعوا وعبدوا العجل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث اللي هو مين؟ شخصية لوحدة اللي هي السامري. والسامري إذا احنا بنلاحظ إخواني، خطاب سيدنا موسى مع السامري كان خطاب لين وهين وأسهل بكثير وأخف بكثير من خطابه مع مين؟ مع أخوه، ابن أمه وأبوه اللي شده من لحيته. تكلم مع السامري بخطاب هين ولين، وسأله إنه ما خطبك يا سامري؟ شو الموضوع؟ شو اللي عماله بيصير؟ فقال له، قال له انه انا شفت يعني اثر من اثر الرسول، يعني هو يقصد سيدنا جبريل عليه السلام، انه لما حط في المكان شافه. ونسأل اخواني، من يستطيع ان يرى الملائكة؟ والجبريل شو صفته؟ صفته انه الروح القدس، الا ان كان سبحانه وتعالى اعطى هذا البشري شو هو؟ القدرة على التعامل مع الروح، وبالتالي يستطيع ان يرى ايش؟ يرى الملائكة. عشان هيك نقول انه السامري والله اعلم هو شخصية او صورة من صور مين؟ الاعور الدجال، يعني وصل الى هذه المرحلة، ولعله هو نفسه اللي اضل الفراعنة جميعها وعلمه عملية التحنيط،
والدفن انه بده يرجعهم ايش من الموت حتى يضلهم في هذه الدنيا، والله اعلم. لذلك اخواني اعتقاد الفراعنه يعني يشبه اعتقاد الاعور الدجال ويشبه اعتقاد مين؟ البوذيين. يعني اذا احنا بنيجي للبوذيين في العصور القديمه نفس اعتقاد مين؟ المصريين بطريقه او باخرى. يعني البوذي لبس عليه انه الروح لما تخرج او النفس لما تخرج تحط في دابة أخرى ثم تنتقل ثم تنتقل ثم تنتقل ثم تحط في إنسان من جديد، فيعود هذا الإنسان حي بنفسه اللي كانت موجودة ولكن بجسد آخر في مكان آخر في زمان آخر. هذا اللبس اللي شو لبس فيه على البوذيين. للعلم إخواني، بعد بعض من فرق الصوفية لها نفس اعتقاد مين؟ البوذيين، لها نفس اعتقاد البوذيين، وهذا مما لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال. نعود إخوان للفراعنة، يعني الاعتقاد الفراعنه ان الواحد لما يموت شو فيه؟ في عنده قدرة انه هو يرجع، او انه في شخص راح يرجع له نفسه لفين؟ لنفس الجسد اللي كان ميت وحنت حتى تدب في الروح. فهذا السامري نقول انه لعله آخر أو صورة من الصور التي رأيناها، وشاهدناها وشفناها. وسيدنا موسى شو قال له؟ يعني كان حكم عليه، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. يعني أنت في هذه الدنيا من الآن، إلى موعدك، إلا الله سبحانه وتعالى وعد أنه أنت تخرج فيه. واللي علمنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري بنعرف انه الاعور الدجال شو ماله؟ محبوس في كهف، في مكان، في كهف، وفي دابة على باب هذا الكهف. يعني سماها الرسول او هي عرفت عن نفسها هي الجساسة، وهذه الشخصية لا تمس ولكن تخاطب، يعني ما بتقدر، ما حدا بيقدر يوصل لها، لربما هناك حيز بناتهم بطريقة ما، برزخ بناتهم، حاجز بطريقة ما أو بأخرى، ولكن لا يستطيع لا هو أن يصل للناس ولا الناس تستطيع أن تصل له، وخروجه سيكون فقط بأمر الله. وأن لك، وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني هذا الموعد اللي موجود للسامري سيكون عندما يشاء الله سبحانه وتعالى وعندما يقدر الله سبحانه وتعالى لهذه الشخصية أن تخرج من هذا الحبس. فهذه الملخص لقصة السامري، واللي بحب أنه يستزيد بيقدر يرجع على دروسنا، احنا فصلنا في هذا الباب كثيرا وتكلمنا، يعني يبحث في صفحتي على اليوتيوب على درس اسمه ماهية الأعور الدجال في تفصيل أكثر بإذن الله. سؤالك الثاني. لا كول يعني عشان قتل الجماعة كلهم خلاه عايش، يعني هذا هي يعني ليش خلاه عايش؟ لأنه في له موعد من الله عز وجل، في له موعد، في له مهمة من الله سبحانه وتعالى، فطالما إنه المهمة الموكلة له رغما عنه تأتي طوعا أو كرها، الله سبحانه وتعالى سيستخدمه بشره، اللي هو تخلف فيه عن أداء مهمته. لما الله سبحانه وتعالى أعطاه الآيات اللي المفروض إنه يهدي فيها الناس حتى إنه يخدم، أو إنه هاي الآيات تخدم مصالح له آنية ذاتية يتحصل فيها للخلود في الدنيا، ففي له موعد، في له مهمة سيستخدم الله سبحانه وتعالى بشره. فسيدنا موسى لا يريد أن يتعدى على هذا الأمر، لذلك حبسه وجعله في برزخ أو في موضع، ليس البرزخ اللي احنا بنعرفه ولكن في موضع مكاني بطريقة ما يختلف عن موضعنا، وهو محشور فيه حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له أن يخرج بصرخة يصرخها. ونقول دائما والله أعلم. في سؤال تاني لك عن الثمان حجج والعشرة بالنسبة للحجج الثمانية، احنا نعرف اخواني من قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام انه لما قتل نفس في مصر انه خاف انه يقتلوه، لانه هذه كانت الشريعة اللي موجودة انه القاتل يقتل، او انه يصبح عبد لمين؟ لاهل القتيل. يعني هذه كانت الشريعة اللي موجودة عندهم. فسيدنا موسى فر لما اجى رجل من اقصى المدينة وحذره وقال له انه قام يأتمروا
بك انهم يعني اخذوا فيك قرار انك انت تقتل فاخرج اني لك من الناصحين، نصحوا انه يخرج فهو خرج. لفين توجه؟ الى مدين. مدين اول ما وصل لغد نعرف قصه الفتاتين اللي كانوا بدهم يسقوا من الماء، ولكن ما كان في عندهم القدره لانه الرجال كانت هي التي تسقي او تعبئ دلاء المياه، وكان الامر يحتاج الى قوه عظيمه، يعني اكثر من شخص يتساعد 5-6 مع بعضهم حتى يقوموا بتعبئه الماء، يعني واحد بيرفع صخره او 2 أو 3 وواحد بيعبي الدلو. فهاتين الفتاتين يعني لانه ابوهم شيخ كبير يعني مريض او كبير في السن ما كان في عنده قدره ان هو يجي ويعبي، فكانت تاتي الفتاتين بطريقه ما تبحث عن انه تعبي الماء. لما سيدنا موسى شاف هذا المشهد عرف انه في شيء، عرف انه في لهم حاجه، فسقى لهما. شو يعني؟ يعني هو لوحده بقوته اللي موجوده قام بتعبئه الدلاء لهم. فمباشره الفتاتين شو قالوا لهم؟ يعني انه ابونا بدعوك حتى انه يعطيك اجرك على اللي انت سويته معنا. فذهب سيدنا موسى لابو الفتاتين. هلا فالفتاتين واحد من الفتاتين شو بتقول لابوها؟ استاجر. طيب استاجر، يعني احنا لما ناخذ من ناحيه منطقيه، لو هو يستطيع ان يستاجر انسان، اما استاجر انسان حتى يعبي المياه؟ كان استاجر انسان حتى يعبي الماء بدل ما تخرج بنتين لتعبئه المياه. فهو ليس عنده القدره على ان يستاجر انسان، ولكن يعني الفتاتين او الفتاه هاي اللي تكلمت بالكنايه، شو كان قصدها؟ كان قصدها يا ابتي، يعني هذا انسان يستحق ان يكون زوج لاحدى بناتك، فاطلب منه ان يتزوج. ولكن هذا كلام ماله؟ كلام بليغ، يعني في حكمه ويدل على عظمه التفاهم اللي موجوده والتربيه اللغوية اللي نشأ فيها هذا الرجل هاتين البنتين. فمباشرة شو قال له الرجل؟ قال له ما رأيك، يعني شو رأيك انك تتزوج احنا بنتاي على ان تأجرني 8 حجج. شو يعني تأجرني 8 حجج؟ يعني المهر لإحدى بناتي شو يكون؟ انك تشتغل عندي اجير 8 سنين. وهذا الكلام ايضا يعني يعلم لما هذا الرجل يعني جلس مع سيدنا موسى وقص عليه القصص وعرف قصته، بيعرف انه بحاجه لفتره زمنيه انه هو شو يسوي؟ انه هو ينسى في بلاد مصر. فكانت 8 سنين اكثر من 7، لانه كان المتعارف عليه في ذلك الوقت انه اذا اذنب انسان ذنب بعد 7 سنين شو بصير فيه؟ يمسح هذا او يرفع هذا الذنب. فهو شو وضع؟ 8 حجاج. وقال له اذا انت زدت 8 إلى 10 بيكون خير عظيم. فهذا معنى الحجاج 8. نيجي لسؤالك، تفضل. سؤالي انه ملايين المسلمين في العالم العربي العالم الاسلامي منهم يجوا ركعه او ركعتين يصلوا في الجمهور المصري، هلا احنا كانوا موجودين على البلاد المغربيه مش عارفين في هذا الشعور انه احنا ملايين